أهم أو أول مشروع ياسين طبقه من نظام الضمان الصحي الأولي في الصحة الأولية، وابتدينا في منطقة المحرك كمنطقة دراسة أولية لتطبيقه، وبعدين طبعا ياسين هنضبط الموضوع في هذه القضية، ومشينا فيها الحين تقريبا منطقة المحرك تخلص تقريبا، بننتقل إلى المنطقة الشمالية لتجربة نفس الموضوع فيها. طبعا كل ما يعني اكتسبنا خبرة في الموضوع وضبطنا القضية والناس تفهمت الموضوع واستجابت له، قدرنا ننشرها في المناطق الثانية، وإن شاء الله يعني موضوع نشر التطبيق نظام الصحي الأولي في البحرين ممكن يعني مع بالكثير، وراد احنا بدينا فإن شاء الله بيكون مع يعني بالكثير نص السنة الجاية يكون كله اكتمل في البحرين كامل. وبعدين يبقى عندنا موضوعين، موضوع تأمين أجانب، وهذا يشتغل عليه وتعينت الشركة اللي بتشتغل معانا على الموضوع، موضوعنا نحدد الحين العلاقة بيننا وبين أصحاب العمل وشركات التأمين بحيث ندخل في اتفاقيات لعمل التأمين، وإن شاء الله هي بعد يمشي يعني مع أول السنة الجاية. والخطوة الأخيرة تطبيقنا هي تطبيق نظام التأمين الصحي على البحرين في المستشفيات، وهذه يبي لها يعني دراسة مالية على أساس أن نضبطه، فإن شاء الله يبي لها يعني الدراسة المالية بتاخذ يمكن 6 أشهر عشان نضبط الأشياء المالية، وبعدين تطبق فعلياً.